Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. السؤال ولا السؤال ممكن يكون كنت فين بقى لغايه دلوقتي؟ الله، هو في ايه يعني يا شامل؟ وانت شايفني راجعه وش الفجر لسه ما جاتش واحده يعني. وبعدين نوع ده من الحوارات بطل خلاص، بطل ادم. لو عندك اي سؤال تاني انا تحت امرك. اخبار الوجع ايه؟ تمام؟ اوعى يا شامل بتكون بتنسى تاخد ادويتك. وبعدين قعدتك في البيت كتير دي يعني ممكن تجيب لك اكتئاب اصلا. لا 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 جزش على سنانك كده غلط. يلا يلا تصبح على خير. خلاص بقينا لوحدينا. طب تعالي بقى اقول لك حاجه. ايه؟ اقول لك كلمه. بتضربيني؟ هيشوفني. بس اقول لك حاجه، ما تزقنيش رجلي وجعاني. انا ما صدقتش انه برضه هيحكي لك يا حاج. هو احنا عيال صغيره يعني ولا ايه؟ يا سيدي هو عاصم كده، انما والله العظيم طيب. هو جلف وحمار شغل، انما انت ما عرفتش السكه اللي تخش له منها. يا حاج جابر لا يخش لي ولا اخش له. انت رضيك اللي عمله معايا قصاد اخويا الصغير؟ ما انا فهمته غلطته، قلت له الاوضه دي بتاعت اي حد غريب، ما بالك بقى لو كان واحد قريب حد فيكم. ربنا يخليك لينا يا حاج جابر. اسمع محمود، انا مش هسخنك عليه ولا عايزك تخش معاه في عندي وتحدي. انت مش فاضي للحاجات دي، انما عايز اقول لك حاجه. البيوت اي بيوت حتى لو كانت اوضه ساكنها عزاه فوق السطوح، الاوضه دي لو دخلها الخصام هيخشها الشيطان، والخصام والشيطان حبايب. وبعدين لو دخل الشيطان تقل البركة في كل حاجة، البركة في الأكل والبركة في النوم والبركة في الرزق. يلا يا عم محمود يلا، عايزك بقى أنت الكبير والعاقل بتحتوي اللي أقل منك. أمال إيه يا أبو حنف؟ يلا عشان ربنا يكرمنا ويكرمك. حاضر يا حاج جابر، أنت تأمرني. أمال أنت ما قلتليش، هو أخوك كان واقع في مشكلة ولا حاجة؟ لا مفيش حاجة يا حاج، اصل هو جه ساب عندي شنطه كتبه وشنطه هدومه. اصله عزل من شقته ونزل مع صحابه رحله لمصر. اكيد عاصم حكالك. عموما انا في الخدمه، اصل انا كمان لسه ما ردتلكش الجميل اللي انت عملته مع بنتي، انما ملحوقه. يوم الحد الجاي ان شاء الله انا عامل عزومه ليكوا كلكم عندي في البيت على فتت كوارع هتاكل صوابعك وراها. انا كان نفسي اعزمك لوحدك يا محمود، بس خفت والله العظيم العمال يشموا خبر يحسدوك. والحسد ده بقى مش حبيب الشيطان، لا ده دراعه اليمين. يلا عشان ربنا يكرمنا ويكرمك، وما تنساش يوم الحد. حد ينسى الفتى يا حاج؟ ربنا يخليك لينا يا حاج جابر. الله يخليك. بالنسبة لك حلو. بيهزر معاك ايه؟ انت متأكد ان اللي كانت سايقة العربية الآنسة راجع؟ هو انا هتوه عنها يا فندم؟ وبعدين شفتها مع حضرتك كتير قبل كده. طب ما مشيتش وراهم ليه؟ تعرف راحوا فين؟ بصراحه المكنه بالليل بتفضح يا باشا، وسعادتك عارف ان الاداره سحبت من العربيه اللي كنت براقب بيها. خلاص خلاص خلاص، مش وقت الزن في الموضوع ده دلوقتي. المهم انت متاكد ان الشنطه اللي طلع بيها لاخوه ما رجعش بقى تاني؟ ما اعرفش يا باشا، بصراحه الدنيا كانت ضلمه وما شفتش كويس، بس متهيألي كده نزل من غيرها سعادتك.
ما تشوف آخرة يا ظلم ومتهيألي دي إيه؟ أنت قلت لي الواد اللي اسمه عصام ده منين؟ عاصم يا باشا، من كفر الزيات. والله العظيم مش خطر. وعرفت منين بقى يا أبو العريف؟ أصل امبارح راح درس في مسجد الصحابة لسيدي بشر اللي الإمام بتاعه الشيخ مسعود معاذ، وراجل زي ما سعادتك عارف راجل بيسمع الكلام، ما هواش من بتوع الخروج عن الحاكم. والنبي خلي استنتاجاتك دي لنفسك ماشي؟ مش عايز غيرك تجمع معلومات اللي انا عايزها وعلى قد ما تقدر، مفهوم؟ تحت امرك يا فندم. بقول لسعادتك، هو احنا مش هنبلغ بتوع النشاط الطلابي على حاجات الشنطه؟ مش جايز فيها حاجه بدور عليها. احنا مالنا وما تشغلوه. بس يعني بقول لسعادتك يعني احنا يعني لو احنا يعني ما بسش يعني. احنا بنراقب الواد ده، هو مش تبعنا اساسا. وبعدين الشنطه هيكون فيها ايه يعني؟ لو فيها مصيبه اخوه مش هياخدها منه. وبعدين ده كان عندنا من شويه. يعني اكيد مش مبسوط. ده ليه بس ساب له هدومه وكتبه عشان لما يحب يهرب يهرب خفيف خفيف؟ بس هيروح فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ اموري. الله يخليك يا اخويا، الامر لله وحده. هو حسين فين؟ حسين ما فتحش النهارده. ايه؟ ازاي يعني؟ ما اعرفش، انا موجود في القهوه من 9 الصبح وما شفتوش. ده انا حتى قلقت عليه، كلمته على الموبايل لقيته مقفول. ما هو ده برضو اللي خلاني اجي. لا اله الا الله، انت هتقلقيني ليه بس؟ هو كان تعبان لما نزل الصبح النهارده؟ ابدا يا اخويا، كان بسم الله ما شاء الله زي القرد. طيب خير ان شاء الله. طب بقول لك ايه، انا لازم اروح دلوقتي عشان سايبه العيال مع الجيران. اول ما يجي تقول له يتصل بيا فورا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. وقعتك سودا معايا يا حسين باذن الله. اهي هي دي العماره اللي فيها الشركه في الدور الثالث. احفظوا اسمها كويس لحسن تتلخبطوا فيه وتبقى مصيبة. عيب يا أخ حسين، انت بتقول ايه بس؟ تحب نيجم دلوقتي؟ لا دلوقتي ايه، ده يصوت ويعمل لنا غاغة ويقول بيهددوني ويتصل بالبوليس. سبحان الله يا أخي، هو مين فينا اللي المفروض يخاف، احنا ولا هو؟ استهدى بالله يا أخ كني، العملية مش عافية، الموضوع محتاج قليل من الحيلة يا إخوة. وبعدين زي ما فهمكوا الشيخ سعيد بالظبط، ولا انتوا نسيتوا الخطة؟ لا يا سيدي فهمنا بس ما اقتنعناش، وانا شايف ان ده واحد مفسد في الارض ولازم نقيم عليه حد الله. الموضوع ده لازم يخلص دلوقتي. انت ناسي ان هو بيبيع سموم؟ شيت هتسيح يا اخ حسين، انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم. بقول ما حدش يجتهد وتركزوا في الخطه اللي قالوكوا عليها الشيخ سعيد وخلاص. الموضوع مليان تفاصيل وانتوا مالكوش فيه. اديكوا عرفتوا المكان وعينتوه، وتفضلوا ادي ورقه بالعنوان عشان ما تنسوهوش. يلا بينا بقى نرجع للشيخ سعيد علشان يتمم على الخطه معانا. الموضوع ده لازم يتنفذ بكره، انتوا فاهمين؟ وانا الحق اسافر رشيد انا كمان لحسن هيتخرب بيتي. منك لله يا عم، انت السبب في اللي بيحصل ده كله. اللهم انا سالناك العفو والعافيه. يلا يلا يلا، اللهم انا سالناك العفو والعافيه.